تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية المدنية، النموذج الثالث، سنقوم بحله معا. السؤال الأول: أربط بسهم الجمل بالطابع الثقافي الذي ينتمي إليه. لدينا الحلي، الفضية الملونة، غناء المداحات، الشعر الفصيح، المساجد. لدينا من الجهة اليسرى الطابع الوهراني، الطابع القبائلي، الطابع العربي، والطابع الإسلامي. نبدأ بالربط. الحلي، الفضية الملونة. أحسنتم، ينتمي إلى الطابع القبائلي. نربط بسهم. نواصل. غناء المداحات، جيد، هو الطابع، أحسنتم، الوهراني. الشعر الفصيح، جيد، الطابع، أحسنتم، العربي. المساجد، جيد، الطابع الإسلامي. نراجع. الحلي، الفضية الملونة، الطابع القبائلي، غناء المداحات، الطابع الوهراني، الشعر الفصيح، الطابع العربي، والمساجد، الطابع الإسلامي. ننتقل إلى السؤال الثاني. أكمل ما يلي: اللغتان الرسميتان هما. اللغة، وهي اللغة الرسمية. واصل. اللغة، وهي اللغة الرسمية. نملأ الفراغ. اللغتان الرسميتان هما اللغة، أحسنتم، العربية، وهي اللغة الرسمية، جيد، الأولى. واصل. اللغة، أحسنتم، الأمازيغية، الأمازيغية. وهي اللغة الرسمية، أحسنتم، الثانية. لدينا لغتان رسميتان. اللغتان الرسميتان هما اللغة العربية، وهي اللغة الرسمية الأولى، اللغة الأمازيغية، وهي اللغة الرسمية الثانية. نواصل مع السؤال الثالث. أجب بنعم أو لا: هوية المجتمع الجزائري الإسلام، والعروبة، والأمازيغية. أفتخر بأصلي الأمازيغي. أتكلم مع زملائي في القسم باللغة الفرنسية فقط. أخجل من لغتي العربية أمام الأجانب. نبدأ: نعم أو لا: هوية المجتمع الجزائري الإسلام، العروبة، والأمازيغية. أحسنتم، صحيح، نكتب نعم. أفتخر بأصل الأمازيغي، جيد، يجب أن نفتخر بأصلنا، نعم. أتكلم مع زملائي في القسم باللغة الفرنسية فقط، معناه أتكلم فقط باللغة الفرنسية، لا أتكلم بأي لغة. هنا خطأ، نكتب لا، يجب أن نتكلم بأي لغة نريد، خاصة لغتان رسميتان، اللغة العربية والأمازيغية. رابعا: أخجل من لغتي العربية أمام الأجانب. خطأ، لا، يجب أن أفتخر بلغتي العربية أمام الأجانب ولا أخجل منها. نواصل مع السؤال الرابع. دائما أجب بنعم أو لا: لا نمارس الرياضة المدرسية جماعيا. شكرت زميلي لأنه دافع عني. أتواصل مع أصدقائي من أنحاء الوطن. أتعصب لثقافة منطقتي فقط. أحترم رأي زميلي المخالف لرأيي. أتسامح مع صديقي إن غضب مني. لدينا نعم إذا كان صحيح، نعم إذا أفعله، لا، لا أفعله. لا نمارس الرياضة المدرسية جماعيا. لا، بالعكس، يمكن أن نمارس الرياضة الجماعية في المدرسة.
شكرت زميلي لأنه دافع عني. نعم، طبعا يجب أن نشكر الزميل الذي يدافع عنا. الشكر سلوك جيد. أتواصل مع أصدقائي من أنحاء الوطن. صحيح، نعم، يجب أن أتواصل مع أصدقائي من جميع أنحاء الوطن. أتعصب لثقافة منطقتي فقط. التعصب سلوك سيء، عدم تعصب. إذن لا أتعصب لثقافة منطقتي. أحترم رأي زميلي المخالف لرأيي. هذا سلوك حضاري. صحيح، نعم. وأخيرا، أتسامح مع صديقي إن غضب عني، إن غضب علي. أحسنتم، صحيح، نعم. إذا نراجع، لا نمارس الرياضة المدرسية جماعيا. عكس لا، معناه أمارس الرياضة المدرسية جماعيا. أشكر زميلي لأنه دافع عني. أتواصل مع أصدقائي من حول الوطن. لا أتعصب لثقافة منطقتي. أحترم رأي زميلي المخالف لرأيي. وأتسامح مع صديقي إن غضب علي. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتشغيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.